السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية لنقل ردود مشايخ ومحار الشيعة على الله أعلى الله برهانهم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نستعرض رد على كذب من محمد الزغبي وأيضا خالد الوصابي وعثمان الخميس ومحمد صابر الباحث الكويتي. محمد زكريا تولى الرد على الكذبة المشهورة والذي دائما ما يرددها الوهابية. الوهابي يأتي ويقول لك أن الشيعة والرافضة هم مؤسس هذا المذهب ومؤسس ما يعتقدون به هو عبد الله ابن سبأ، حيث قالها الزغبي نصا عبد الله ابن سبأ هو أساس الرفض. لذلك بهذا الفيديو إن شاء الله راح نرد أو نشاهد أو نحكم أو نبين وأنتم تحكموا، نبين ونروج كلام ونعقب على كلام الباحث محمد زكريا اللي له الدور الكبير جدا، وأشكر حقيقة على هذه الردود، ردود جدا كبيرة وكثيرة تقريبا قبل 10 أو 11 أو 12 سنة وما زالت هذه الردود نافعة، لأن الوهابية دائما ما يكرروا ويفرخوا إن صح التعبير أفراخ يرددوا ما يقولونه. لذلك الشكر الجزيل للأخ الباحث محمد زكريا على هذه المقاطع التي كان يعملها، وإلى الآن محمد زكريا وقناة الراصد هي قناة متخصصة الآن بدأت ببحث بعنوان الأدلة الصحيحة على ولادة الإمام المهدي وعلى وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. لذلك دور الأخ محمد زكريا دور جدا فعال في الدفاع عن مذهب ودين محمد وآل محمد. إذن عندنا الزغبي وأيضا عندنا محمد صابر، عندنا خالد الوصابي وأيضا عثمان الخميس، كبراء القوم وكبراء الوهابية. هؤلاء يقولوا بالنص وبالحرف محمد الزغبي قال عبد الله بن سبأ هو أساس الرفض. جيد. أما هذا خالد الوصابي يقول أن نعم قالها كما قالها الزغبي، لكن بعرض دليل وسار الدليل من كتاب فرق الشيعة للنوبختي. إن شاء الله راح نستعرض كلام محمد صابر وأيضا خالد الوصابي وأيضا الزغبي وأيضا كلام عثمان الخميس بشكل مقاطع صوتية، مقطع صوتي فقط. خلينا أشرح الطريقة الفنية حتى أو التقنية أو نعم الفنية حتى تكونون على دراية تامة بما تقوم به قناة خواطر في كل الأخوة الجدد. راح أنقل كلام محمد الزغبي خالد الوصابي عثمان الخميس بشكل مقطع صوتي، وأيضا رد الأخ والباحث محمد زكريا أيضا بمقطع صوتي، لكن الدليل عندما يستعرضه بمجرد ما يستعرض الأخ محمد زكريا الدليل أو تعليق صوتي راح تفهمون شنو أقصد بالرد على هذا الكذب وعلى هذا الافتراء. راح يتحول المقطع إلى مقطع مرئي حتى يكون استعراض الدليل واضح وعرض الدليل على الشخص المنصف الذي يبحث عن الحق واضح. وهل عبد الله بن سبأ هو مؤسس الرفض أو لا؟ خلينا نشاهد ونسمع رد محمد زكريا على الوهابية الكذبة، والذي سنقيم الدليل على كذبهم إن شاء الله بهذا الفيديو. فخليكم إن شاء الله مع هذه المقاطع الصوتية والمقاطع المرئية، وإن شاء الله انتظروني بتعقيب عام وشامل في ختام الفيديو. أن عبد الله بن سبأ هو أساس الرفض، بل هو رمز الرفض، وهو قدوة الرفض عند هؤلاء. وهذا كتاب فرق الشيعة للنوبختي فيه إثبات عبد الله بن سبأ أنه مؤسس دين التشيع، أن دين التشيع هو مؤسس عبد الله بن سبأ، وهو أنكر. هو قال بالأمس أنه موهوم. وهم. نعم. وأنكر عبد الله بن سبأ. قال في كتاب فرق الشيعة للنوبختي. نشوف بس المجلد عشان يسلم. هو مجلد واحد. فرق الشيعة للنوبختي. لا أنا معلش يا شيخ خالد، يعني هنجيب المجلد تاني بس عشان مهم المجلد. فرق الشيعة للنوبختي. أيوة ما تستنى شوية عليه شوية. أيوة بالضبط كده. هو على الهواء الآن. طيب. فضل. يقول. صفحة. صفحة 22. قال وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ من أصحاب علي، ترى الذين نقول هذا الكلام، أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون. قال وأول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. وهذا بشهادة علماء الشيعة كالنوبختي والقمي، سعد القمي والنوبختي وغيرهما، نصوا على ذلك أن أول من قال بإمامة علي بعد رسول الله وأنه الوصي والبراءة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن سبأ اليهودي. الآن هل ما قالوه هؤلاء من أن ابن سبأ هو مؤسس التشيع
أو مؤسس الرفض صحيح؟ الجواب لا، بل هذا كذب وافتراء صريح. ليش؟ أولا الشيعة عندهم أكثر من رأي في ابن سبأ. قسم من العلماء ذهب إلى أن ابن سبأ شخصية وهمية، شخصية خيالية، شخصية ما لها وجود خارجي. إذا التزمنا بهذا الكلام راح تسقط شخصية ابن سبأ، وكل شيء حول هذه الشخصية راح يسقط معها. القسم الثاني من العلماء ذهبوا إلى أن ابن سبأ شخصية موجودة، شخصية حقيقية، لكن نحط تحت لكن ألف خط، هذه الشخصية شنو وزنها العلمي عند أهل البيت؟ شنو قيمتها عند أهل البيت وعند علماء الشيعة؟ أحد علماء الشيعة الكشي في كتابه رجال الكشي صفحة 85 رواها بسند صحيح عن أبي حمزة الثمالي قال: قال علي بن الحسين صلوات الله عليهما: لعن الله من كذب علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد ادعى أمرا عظيما ما له لعنه الله. هذه تحتها خط: كان علي عليه السلام والله عبدا لله صالحا آخى رسول الله، ما نال الكرامة من الله إلا بطاعته لله ولرسوله، وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله إلا بطاعته لله. إذن ابن سبأ عند أهل البيت عليهم السلام شنو؟ ملعون. طيب هذا في نظر أهل البيت عليهم السلام. عند الشيعة احنا اخترنا لكم أحد علماء الشيعة الكبار، هو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، شيخ الطائفة، في كتابه رجال الطوسي صفحة 75 يقول: عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو. إذن تبين لكم أعزائي أن هذه الشخصية النكرة لا قيمة لها عندنا، ملعونة عند أهل البيت وملعونة عند علماء الشيعة، ومغالي طبعا. يا أخي أنا بتبرأ منك، أنت أخ أنا كرهك، أنا بريء منك، أنت شطان. النقطة اللي بعدها نرجع إلى الشبهة التي أوردوها في كتاب النوبختي، وهذا كتاب فرق الشيعة للنوبختي فيه إثبات عبد الله بن سبأ أنه مؤسس دين التشيع، أن دين التشيع هو مؤسس عبد الله بن سبأ وهو أنكر. هو قال بالأمس أنه موهوم، وهم، وأنكر عبد الله بن سبأ. قال في كتاب فرق الشيعة للنوبختي، نشوف بس المجلد عشان يصير هو مجلد واحد. فرق الشيعة للنوبختي، لا أنا معلش يا شيخ خالد، يعني هنجيب المجلد تاني بس عشان مهم المجلد. فرق الشيعة للنوبختي، أيوة استنى شوية علي شوية، أيوة بالضبط كده، هو على الهواء الآن. طيب تفضل. يقول صفحة 22 قال: وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبد الله بن سبأ من أصحاب علي، ترى الذين نقول هذا الكلام، أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون. قال: وأول من شهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه. النوبختي هذا أحد علماء الشيعة، عند كتاب اسمه فرق الشيعة، في هذا الكتاب ذكر عدة فرق للشيعة، ذكر الفرقة المحقة اللي احنا وهو ينتمي لها، وذكر أدلتها. فرق الشيعة للنوبختي: الشيعة العلوية، فأول الفرق الشيعة، وهم فرقة علي بن أبي طالب عليه السلام، المسمون بشيعة علي عليه السلام في زمان النبي صلى الله عليه وآله وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر، جندب بن جناد الغفاري، وعمار بن ياسر، ومن وافق مودته مودة علي عليه السلام، وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمة، إلى أن يقول النوبختي:
ولذا استحق الإمامة ومقام النبي صلى الله عليه وآله لعصمته وطهارة مولده وسابقته وعلمه وسخائه وزهده وعدالته في رعيته، وأن النبي صلى الله عليه وآله نص عليه وأشار إليه باسمه ونسبه وعينه وقلد الأمة إمامته ونصب لهم علما وعقد له عليهم إمرة المؤمنين وجعله أولى الناس منهم بأنفسهم في مواطن كثيرة مثل غدير خم وغيره، وأعلمهم أن منزلته منزلة هارون من موسى عليه السلام إلا أنه لا نبي بعده. وذكر في نفس الكتاب الفرق اللي انحرفت وظلت عن الشيعة. من ضمن الفرق اللي ذكرها السبئية، فهؤلاء الذين نسبوا ابن سبأ للشيعة أو الفرقة المحقة من الشيعة هذه فرقة منحرفة. النوبختي ذكرها في ضمن الفرق المنحرفة، هذا أولا. ثانيا، الحكاية التي استدلوا بها هؤلاء المشنعين هذه حكاية لا سند لها، فهي غير حجة ولا اعتبار لها عندنا، فلا يأتي بعد ذلك شخص ويستدل بهذه الرواية علينا أو هذه الحكاية علينا. ولو سلمنا جدلا بثبوت هذه الحكاية فإننا قد أجبنا سابقا بقولنا. فرق الشيعة للنوبختي في صفحة 58. طبعا بداية هذه الرواية التي أوردها هي حكاية، أصح هي حكاية، حكاية لا سند لها، لم يرد المؤلف سندا لها. الشيء الثاني أن هذا الشخص ادعى أن ابن سبأ هو أول من قال بالنص، وهذا غير صحيح. المكتوب في كتاب النوبختي يقول وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي عليه السلام. يعني شنو أول من شهر القول؟ يعني أول من أباعه، أول من نشره. في فرق بين أول من قال بالنص وأول من نشره، الفرق كبير واضح، لكن القوم يتفننون بالتدليس. يا للغوث شهدا شهدا. في نفس الصفحة أيضا تدليس ثاني يقول وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه، فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. وهو أول من قال بالبراءة من أعدائه. وطبعا هذا أيضا كذب وتدليس، لأن هناك أيضا فرق بين من أول من قال بالبراءة وأول من شنو أظهر. وهذا الشخص ماذا نسب للكتاب؟ قال شنو بالبراءة. في فرق بين الاثنين، شوف التلاعب والتدليس على الناس. لأن يا جماعة البراءة والولاء مو شيء طارئ جديد على الشيعة، مو زمن متأخر، هذا زمن متقدم في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فعقيدة الشيعة هي عقيدة النبي صلى الله عليه وآله. بعد أن أثبتنا بطلان دعواهم بأن عبد الله بن سبأ هو مؤسس التشيع، سننقل اعتراف أكبر علماء القوم بأن الشيعة يرجعون لأهل البيت عليهم السلام في أمور دينهم. منهم ابن تيمية. ابن تيمية في مورد من الموارد اللي رد فيها على السبكي، اسم الكتاب الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، في الجزء الثاني صفحة 697 و698، يقول ابن تيمية والرافضة يجعلونهم يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام معصومين كالرسول صلى الله عليه وآله، ويجعلون كل ما قالوه نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلون إجماع طائفتهم حجة معصومة، وعلى هذه الأصول الثلاثة بنوا شرائع دينهم. لكن جمهور ما ينقلونه من الشريعة موافق لقول جمهور المسلمين، هذه تحتها خط، فيه ما هو من واقع الإجماع
وفيه ما فيه نزاع بين أهل السنة، فليس الغالب فيما ينقلونه عن هؤلاء الأئمة من مسائل الشرع الكذب، هذه تحتها خط، بل الغالب عليه الصدق، وفيه ما هو كذب خطأ أو عمدا بلا ريب، وأقوالهم كأقوال نظرائهم من أئمة المسلمين. أقول الحمد لله، ابن تيمية في هذا القول بالذات أنصف الشيعة ولله الحمد. بعد منو عندنا من علماء وأئمة القوم الذين يصرحون بأن الشيعة يرجعون إلى أهل البيت عليهم السلام؟ تلميذ ابن تيمية اللي هو ابن القيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 616، طبعا هو قاعد يتكلم عن بعض مسائل الطلاق، الوجه التاسع: إن فقهاء الإمامية من أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت، تحتها خط، أنه لا يقع الطلاق المحلوف به، وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمد الإمام الصادق عليه السلام وغيره من أهل البيت، وهب أن مكابرا كذبهم كلهم وقال قد تواطؤوا على الكذب، الآن في صفحة 617، وقال قد تواطؤوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة، فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة وحملوا حديثهم واحتج به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يرد عليهم هذا، لو انفردوا بذلك عن الأمة، تحتها خط، حتى لو انفردوا بذلك عن الأمة. كلام واضح من ابن القيم تلميذ ابن تيمية، وأيضا يصرح بأن الشيعة يرجعون إلى من؟ إلى أهل البيت عليهم السلام. بعد هدية أخرى، كما يسمونه محدث العصر الألباني، في كتاب الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني إعداد أبو يوسف محمد بن إبراهيم، في الجزء الأول صفحة 96 يقول: يكفي عندنا القرآن والسنة، وهم عندهم يعني عند الشيعة القرآن وأهل البيت. الله أكبر، فهم عندهم السنة يرجعون القرآن والسنة، والشيعة يرجعون إلى من؟ أهل البيت. الخلاف الجوهري بيننا وبينهم أنهم يرجعون إلى السنة كما يزعمون، ونحن نرجع إلى أهل البيت عليهم السلام. إذا طبعا نأخذ السنة من أهل البيت عليهم السلام، لأنهم أعرف الناس بجدهم صلى الله عليه وآله. إذا ثبت لكم أعزائي أن ما ادعوه هؤلاء ما هو إلا افتراء وكذب على الشيعة، وأن ابن سبأ هذا لا صلة له بنا أساسا، ونصيحة أنا أعطيها أو أهديها لجميع المسلمين: لا تأخذوا من هؤلاء أي شيء إلا بعد المراجعة والتحقيق. هؤلاء أناس يحبون الفتنة ونشر الفتنة بين الناس. أعزائي، إلى هنا انتهت هذه الحلقة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقة أخرى، وإلى ذلك الحين عطروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله من جديد. طبعا نكرر الشكر الجزيل للباحث محمد زكريا. أبدأ بالتلخيص من الأخير: هل الشيعة يأخذون الدين من ابن سبا عبد الله بن سبا أو لا؟ مثل ما استعرض الباحث محمد زكريا، نقل كلام لابن القيم، وأيضا نقل كلام لابن تيمية، ونقل كلام للألباني، أعتقد نعم الألباني، أو نعم الألباني نقل كلام أيضا للألباني.
وكان الكلام كالآتي أو بما معناه: إن أهل البيت عليهم السلام أو الشيعة يأخذون الدين ويأخذون الاعتقاد من أهل البيت عليهم السلام، يأخذون الدين ويأخذون الأحكام ويأخذون العقائد من أهل البيت عليهم السلام. هذه مهمة جدا، لأن ابن تيمية كذب هؤلاء الذين يدعون أنهم يسيرون على سير أو على خطأ ابن تيمية بالرد على الشيعة. أنتم تقولوا أن الشيعة يأخذون من عبد الله ابن سبأ، وبالمناسبة وكما سنعقب على هذا الموضوع، لكن ابن تيمية وابن القيم والألباني يكذبوكم الشيعة يأخذون من أهل البيت عليهم السلام. إذن عبد الله ابن سبأ إما شخصية وهمية أو شخصية ملعونة، وملعونة على لسان من؟ ملعونة على لسان الباحث محمد زكريا؟ أبدا. ملعونة على لسان شخص باحث شيعي؟ أبد. شيخ شيعي؟ محاور شيعي؟ أبد. إنما اللعن هو على لسان الإمام المعصوم، والشخص الملعون على لسان الإمام المعصوم بالتأكيد هذا لا يؤخذ منه دين، وإن كانت هناك رواية أو كلام في كتاب فرق الشيعة للنوبختي فهذا الكلام يتصادم مع قول الإمام المعصوم والرواية، وكما ذكر الباحث محمد زكريا رواية غير مسندة ليس فيها سند وتخالف ما عليه الشيعة وتخالف عقائد الشيعة وتخالف إن صح التعبير ما عليه الشيعة من عقائد ومن كلام. فالشيعة أعلى الله برهانهم، وبهذا الحديث هذا الشخص ملعون، وبعض الشيعة يقول إنه هذا شخصية وهمية. فلاحظوا إما شخصية وهمية وإما شخصية ملعونة، ويأتيك هذا الوهابي ويقول لك ويذكر كلام غير مرسل غير مسند ويقول إن الشيعة يأخذون من محمد أو عفوا من عبد الله بن سبأ. هذا هو الكذب، هذا هو الافتراء، هذا هو عدم المصداقية بالنقل. وإلا هؤلاء الوهابية كانوا ليل مع نهار كذب افتراء على الشيعة، كذب افتراء على الشيعة، وصال وصفة ليل ونهار. والله وأنا صغير تربيت على أنه وصال تأتي بافتراءات على الشيعة، تربيت على أنه صفة تأتي بافتراءات على الشيعة، وأنا أتحسر، والله أتحسر، أقول لا يوجد هناك شخص إعلامي شيعي يستطيع الرد على هذه الخزعبلات. لم يكن يعني تقريبا قنوات شيعية منشورة، لم تكن قناة ذو الفقار مثلا الموجودة، لم تكن الحاج وعد الله، لم يكن الحاج وعد الله حاليا موجود، الشيخ أحمد الإمام يعني رد مفصل. اليوم مثلا هذا الفيديو تأتي قناة مثلا ليس بها مثلا دعم كبير ودعم هائل، فقط قناة بسيطة متواضعة ترتب برؤية شاب يستطيع ترتيب بعض المونتاج وبعض الردود وترتيب بعض الردود، ويرد على ماكينة إعلامية إرهابية وهابية كانت تصرف لها الملايين. فأقول الحمد لله، الحمد لله أننا استطعنا أن نرد على هذا الكذب وهذا الافتراء، وإن كان بعد 10 أو 11 أو 12 سنة، فنقول القوم أبناء القوم، وما زالت هذه الكذب وما زال هذا الكذب وهذا الافتراء يتردد على الشيعة. على الله برهانهم. هذا هو فيديو اليوم، هذا هو ملخص اليوم. الشكر الجزيل للباحث محمد زكريا على هذا الرد اللاجم الصارخ الذي بيّن بطريقة واضحة جدا كذب وافتراء هؤلاء الأشخاص. هذا هو فيديو اليوم، وانتظرونا إن شاء الله بفيديوهات قادمة. إلى ذلك الحين انتظرونا، خدمكم ومحدثكم علي، وفي أمان الله.